حضرتك لا وصاية عليا، هنبدأ المجلس بالطريقة دي؟ ما اعتقدش ان احنا هنكمل. ليست وصاية. نعم. دي مش وصاية. يا فندم انا مش مقتنع بموضوع الانشاء اللي في الاول ده. انا مقتنع بمواد الدستور. يعني انا احلف على حاجة مش مقتنع بيها؟ همشي. انا ما قلت انا اهو. نحن بحترم.